اعتذر لان الفيديو فصل. باختصار عايزة اقول ان الطفل الداخلي هو المخزون بتاع الذكريات وذكريات الطفولة والحاجات اللي مرت علينا والحاجات اللي اثرت فينا من صغرنا لحد ما كبرنا. وطبعا زي ما قلت ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه ونبقى بنكبته طول الوقت، لازم نسمعه ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكون اثرت في حياتنا من زمان، ايه هي الحاجات اللي نفسنا نعملها وخايفين مثلا ان احنا نعملها علشان خاطر مثلا لمجرد ان مثلا حد يقول نظرة المجتمع وحاجات كده. مهم قوي ان احنا نحاول ان احنا نشوف ايه هي الحاجات اللي ممكن نعالج بيها الجروح اللي بتبقى جوانا مثلا من زمان، ايا كان بقى بسبب مشاكل بسبب حاجات عدت علينا زمان. المهم في النهاية ان احنا لازم نتصالح معاه ولازم نسمع الصوت الداخلي اللي جوانا او الطفل الداخلي زي ما هو مفهوم يعني معروف في علم النفس. فبإذن الله الفترة اللي جاية هعمل برضو فيديوهات جاية إن شاء الله عن إزاي نتصالح معاه وعن إزاي إن احنا نتعامل معاه ونكون أكتر، لأن كل ما هنقدر نتعامل أكتر مع الطفل الداخلي جوانا أو يعني نعرف إن احنا نكون عفويين أكتر أو نتعامل معاه بصورة سلسة أكتر بصورة فيها تصالح أكتر، ده هيخلينا أكتر توازن نفسي وهيخلينا نكون أكمل بنفسي، هيخلي الموضوع أسهل وأبسط بكتير جدا جدا في حياتنا. بس ده كان الفيديو، يا رب أكون قدرت أفيدكم. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هتكلم أكتر عن الموضوع ده، هتكلم مواضيع تانية أكتر. ويا ريت ما تنسوش تدعموني باشتراك دايما للناس الجديدة اللي لسه في القناة عشان تساعدوني إن أنا الفايدة هتعم، وعشان خاطر تشجعوني أكتر إن أنا أقدم لكم فيديوهات. ميرسي جدا جدا لأي حد بيدعمني، وحاولوا بقى تساعدوني أكتر إن أنا أكبر يعني القناة بتاعتي تكبر أكتر، خصوصا إن أنا زي ما قلت لكم قبل كده كان في قناة تانية قديمة، والناس اللي عندي كانت في القناة القديمة أكيد عارفين إن أنا طبعا يعتبر أنا ببذل مجهود مضاعف، لأن القناة القديمة كانت للأسف يعني كانت وصلت لحوالي أكتر من 1600 تقريبا مشترك، بس حصل فيها مشكلة وما قدرتش ارجعها. ف ياريت بقى تدعموني اكتر عشان خاطر الفايدة بإذن الله تعم، وتشجعوني اكتر ان انا اقدم فيديوهات، وعشان كمان الفيديوهات بتاعتي اليوتيوب يعني توصل لعدد اكبر ان شاء الله. نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا. باي باي.